كانو. البريك هوساوي يحتسب الحكم ركلة حرة. حسين المقهوي براداريتش المقهوي يلعب كرة على اليسار، كرة خطيرة. حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. عرضية داخل الثمنتاش، اعتقد انها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، المقهوي يحاول لعب الكرة الى الامام بشكل سريع، يحاول تمريرها من بين المدافعين. اللاعب قوية من كانو. البريك تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. هوساوي كرة طويلة للأمام، يحاول أن يلعب كرة بينية. كاريو تمريرة بينية والعرضية ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. هوساوي براداريتش يلعبها لمنطقة الخطر، كرة إلى الأمام. البريك البريك يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. تسديدة محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. يبحث عن المهاجم. لمسة بينية، كرة عرضية أبعدوها. المقهوي الحكم ينهي شوط المباراة الأول. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة.
الهلال السعودي. على الرغم من السيطرة في الشوط الأول، على الرغم من كمية الفرص من الأفضلية، سيطرة بالطول والعرض، لكنه لم ينجح في استغلال هذه الأفضلية. لا شك أن الفريق الأفضل على أرضية الملعب، لكن النتيجة لا تعكس مجريات المباراة. شهراني، يلعب كرة على اليسار. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. يحاول لعب الكرة بالرأس، الكرة في المرمى، عرضية جميلة، رأسية الهلال السعودي هو صاحب الضربة الأولى. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يمر ويلعب كرة بينية ويلعبها إلى داخل ال 18. موجود لإبعاد الكرة. تخرج الكرة إلى رمية جانبية. يلعب العرضية. كرة طولية إلى الأمام. البليهي يرتكب مخالفة واضحة جدا. بطاقة صفراء، قرار سليم من الحكم. المقهوي، كرة طولية في المساحة الخالية. عمر السومة يحاول لعب الكرة العرضية إلى المنطقة من هنا في هذا المكان. فرصة هجوم معاكس. كاريو، كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تحرك بقوة هائلة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. نجحوا في تخليص كل الكرات. هوساوي، جدار دفاعي غير عادي، تركيز كبير جدا في مباراة اليوم. تلعب الكرة إلى الأمام. كرة اجتازت الخط، حولت إلى رمية التماس. يلعب كرة بينية. الله، كرة جميلة استلمها اللاعب. كرة طويلة للأمام. هوساوي يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. براداريتش، لمسة بينية. انتهت المباراة. الأجواء كانت متوترة، عصيبة بعض الشيء، وهذا وضع طبيعي في مباريات الكؤوس، لكن الوضعية الآن مختلفة تماما. معنويات عالية، وتلاحظ معي أيضا ابتسامة ورضا وراحة نفسية. يا إلهي.